أهلا بكم إلى اللقاء الأولى والذي نستضيف فيه الليلة من دبي الصحفية الجزائرية الصغير سلام، حيث سنناقش معه مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر لتشكيل تحالف يدعم الرئيس بوتفليقة. في الجزائر أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني مبادرة سياسية جديدة تحت اسم الجبهة الوطنية من أجل التقدم في ظل التلاحم والاستقرار. من شأن المبادرة أن تضم جميع من يتعاطف مع برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني. تهدف هذه الجبهة وفق ما أوضح سعداني إلى مساندة الرئيس والمساهمة في إيجاد حلول للأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في البلاد. تقترح جبهة التحرير الوطني جبهة عمل جديدة دعما لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في شكل مبادرة سياسية وطنية للتقدم في انسجام واستقرار، وهذه المبادرة مفتوحة لكل الأحزاب السياسية المعتمدة على الساحة السياسية الوطنية وللمنظمات النقابية الوطنية والمهنية وأرباب العمل والمنظمات المنتمية للحركة الجمعوية ووسائل الإعلام ولهيئات المجتمع المدني الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة. ينضم إلينا الآن من دبي الصحفي الجزائري الصغير سلام، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ الصغير. إلى الأولى بداية، يعني هذه المبادرة طرحت لدعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحالف ربما سيكون إلى جانبه من أحزاب موالية، كيف يمكن فهم هذا الدعم؟ ما المقصود بهذا الدعم؟ نعم، بصراحة يطرح التساؤل، لماذا الحديث الآن عن دعم الرئيس بوتفليقة وهو الآن في عهدته الرابعة وقد انقضى منها سنة؟ ما معنى هذا الدعم؟ إذن يبدو لي أن هناك السند الذي كان يستند إليه الرئيس والنظام السياسي، ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي، قد تهلهل بعد خروج حركة مجتمع السلم، وحتى الآن الركيزة الثانية للموالاة اللي هو التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس ديوان عبد العزيز بوتفليقة أحمد أويحيى يتردد وقام بخطوات إلى الوراء فيما يخص هذا المشروع الذي طرحه سعداني رئيس الحزب الحاكم، وقد تردد كثيرا حول هذا. إذن قضية الدعم، المعارضة رأته أنه بحث عن مشروعية جديدة للنظام السياسي الذي الآن يعيش أزمة مشروعية وأزمة مشروع، وكذلك أزمة في دعم المجتمع المدني. المعارضة قالت لن نأتي إذا كان هذا الدعم سيكون للنظام، نريد أن ندعم الجزائر أو ندعم الدولة، وبالتالي يبدو أن هناك أزمة سياسية. نعم، طيب سأتي إلى موضوع المعارضة الآن. هذه المبادرة التي طرحت من قبل السعداني، هل هي فعلا مبادرة يعني يبتغي من خلالها هذه الأهداف المعلنة، أم أنه كما يقول البعض هو فقط يسعى لتزعم المشهد السياسي في الجزائر وتزعم ربما مشهد الأحزاب الموالية بشكل خاص؟ طبعا من الواضح أن المبادرة تقريبا لم تأتي بجديد إطلاقا، من حيث أنها رفعت شعارات هلامية تلاحم وتقدم إلى غير ذلك، وحتى لما تدعو أحزاب الموالاة نفسها تقول لها تعالوا بدون شروط، تعالوا وافقوا، وليس من المنطق أن تعارضوا من يقوم الآن بالبناء والسلم. للأسف الشديد هذا ما تلمسناه من خلال خطاب سعداني حينما كان يقول نحن لن نكون العربة، نحن دائما نقود، نحن القاطرة التي تقود والغير يتبعنا، وهذا الكلام كان للأسف موجه حتى لأحزاب الموالاة التي معه،
والتي لم تمضي معه، سواء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي أو لحزب تاج الذي يرأسه وزير السياحة عمار غول أو غيرها من الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلك السلطة. يبدو الآن أنها كانت حجر في بحيرة راكدة هذه المبادرة، لأنه سبقتها مبادرات أخرى، وكان هناك من طرح ما يسمى بالجدار الوطني، وطرحت مبادرة الوفاق الوطني من طرف جبهة القوى الاشتراكية، أقدم وأعرق حزب سياسي. يبدو الآن صحيح أن حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يقود الساحة السياسية التي هي راكدة أساسا، لأنه في المقابل هناك، ولكن هل ما زالت راكدة أستاذ صغير مع كل هذه الإقالات التي نسمع عنها والاعتقالات وهذا الصراع في السلطة؟ هل نحن اليوم فعلا أمام مشهد راكد في الجزائر؟ هو فعلا راكد، لأنه هذه الإقالات والاعتقالات هي نوع من التململ داخل جسد السلطة، وليس حراك اجتماعي سياسي حقيقي على الساحة يطرح مبادرات ويطرح كذلك برامج حقيقية للنمو الاقتصادي والتعليمي والتنمية المستدامة إلى غير ذلك، ما هو معروف في مفردات السياسة. لا نرى شيئا من ذلك على الساحة السياسية، نرى تناحر واعتقالات غير واضحة. واليوم مثلا في شخص الجنرال بن حديد الذي اعتقل، يقال أنه حتى وزارة الدفاع لم ترفع دعوة قضائية ضده. إذن من هو الذي اعتقله أو من أمر باعتقاله؟ هذه أشياء ليست من السياسة بقدر ما هي أشياء مبهمة، الرأي العام لا يفهمها ولماذا تحدث، وهي في آخر المطاف مثل ما يقول السياسيون ليست في صالح خدمة البلاد. ماذا يفيد حينما يعتقل فلان أو يوضع فلان في السجن أو يراقب إلى غير ذلك بدون أشياء واضحة وخطاب سياسي واضح؟ والسلطة يقول المعارضون أنها صماء لا تتحدث لا مع المجتمع المدني ولا من المجتمع السياسي ولا حتى مع الشعب، بدليل أنه ليس هناك ناطق رسمي لا للرئاسة ولا ناطق رسمي حتى للحكومة. إذن هذا ركود حقيقي في السياسة إذا كان هناك فيه تناحر داخل أجنحة السلطة، ولكنه في المقابل لا يثمر حراكا سياسيا حقيقيا من خلال تداول على السلطة. ولكن هناك من يقول الآن بأنه هذا التناحر بين ربما في دهاليز السلطة الحاكمة في الجزائر سينتقل إلى زعامات الأحزاب الموالية بسبب هذه المبادرة التي أعلن عنها سعداني فيما قبل، كان قد رد ببرود على مبادرة أويحيا، وهناك من يتحدث أنه من الممكن أن يتطور المشهد فعلا للصراع خفي. صحيح، لأنه الصراع يعني يخفي صراعا أقوى، وهو يقوم على الدستور القادم وكذلك طبعا خلافة الرئيس بوتفليقة، هذا شيء معروف جدا. وسعداني الآن يقدم ربما لديه طموح سياسي، وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى له طموح سياسي لا يخفيه أبدا، وقد صرح منذ عودته إلى التجمع الوطني الديمقراطي وطرح تلك المبادرة لإحياء التحالف الرئاسي، وأراد أن يكون هو كذلك هو قائد هذه المبادرة. هذا الصراع فعلا يتم أولا على الدستور هذا الذي لا أحد يعرف مسودته الحقيقية، لا أحد يعرف موعد تقديمه ولا طريقة الاستفتاء عليه، سواء عن طريق غرفتي البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، لا أحد يعرف ما هو مضمون ولا موعد ولا آلية المصادقة على هذا الدستور ولا كيفية مناقشته. وحتى من دعي إليهم هم أقطاب السلطة، رئيس البرلمان، رئيس مجلس الأمة ورئيس وقائد الأركان، هم الذين سيناقشون الدستور، لم يدعى لهذا النقاش ولا خبير دستوري إلى ذلك. فهذه الحركية وهذا الحراك ومحاولة تقديم المبادرات ما هي إلا استباقية، هي عبارة عن حروب استباقية لصراع سيكون أقوى على مضمون الدستور وكيف ستكون التوازنات بين السلطة، وكذلك فيما يخص السباق الرئاسي الذي قد يجرى قبل موعده الذي يتحدد في 2019، ربما كان قد يكون قبل ذلك. هناك حديث هامس عن انتخابات مسبقة في القريب، أو ليس العاجل ولكن في القريب المتوسط. نعم. من سيستجيب لهذه الصراعات وهذه الدعوة إلى الحرب التي تتحدث عنها؟ بالنسبة لمبادرة سعداني، ما المتوقع لها أن يكون شكلها في المستقبل؟
المبادرة ليست لا تطرح أشياء مغرية للشركاء السياسيين بمن فيهم الموالات، وكما ذكرت منذ قليل ممكن أن نفصل أنه لا أحد من الموالات قد تفاعل بما فيها أحد أعضاء الموالات اللي هو عمار غول وزير السياحة، قال أن المبادرة الأفضل هي مبادرة جبهة القوى الاشتراكية للزعيم حسين أيت أحمد والتي تقوم على الوفاق الوطني، وهو هو المطروح طبعا. وهناك المبادرة الثانية التي تأتي أقوى هي مبادرة الانتقال الديمقراطي التي تقوم بها مجموعة من الأحزاب بما فيها حزب طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة السابقة علي بن فليس، التي تقوم على انتخابات شفافة، تقوم على تمدين الحكم، تقوم على إعادة إحياء عملية التنمية وتوزيعها بشكل متوازن على مختلف جهات الوطن في الجزائر. لديها أجندة سياسية واضحة جدا وطرحت، ويمكن صحيح أن يشرك فيها الجميع. أما هذه المبادرة فأعتقد هو نوع من الاستباق، نوع كثير من التجاذبات السياسية، محاولة السيطرة على المشهد من طرف الحزب الحاكم الذي هو مسيطر حاليا على المشهد. طيب. مسيطر على البرلمان، غير مفعل طبعا، ويتهم نعم. طيب. ذكرت حضرتك بأنه هناك أكثر من مبادرة قدمت، بعضها مبادرات جيدة، ما الذي يمنعها من التطور فعلا وتصدر المشهد وربما إجماع نوع ما من قبل القوى السياسية حولها؟ يعني إذا لم يكن المضمون، ما هو شخص أو الشخصيات التي تقدمها؟ ربما ما تحدثنا عنها، الصراع بين الأحزاب، حب الزعام لبعض البعض، لماذا لا تنجح؟ كل ما طرحته في حضرتك في سؤالك هو ما موجود من هذا الـ 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 من تحليل المشهد. الآن العمل الحزبي في الجزائر ليس هو الوحيد الذي يعطي مضمونا لعملية الحكم. للأسف الشديد الأحزاب أصبحت أقرب إلى الواجهة، سواء في المعارضة أو حتى التي تقول أنها في السلطة. هذا الحزب الحاكم جبهة التحرير الذي كان لديه أغلبية وفي مرحلة ما لم يكن رئيس الحكومة منه، لا ينتمي إليه، بالتالي حتى العملية الحزبية لم تعد تغري الشارع الجزائري بشكل كبير في أشكال التعبير، في أشكال التمثيل، سواء التمثيل النيابي أو التمثيل السياسي أو التمثيل عن مطالب الشعب. يعني حتى آخر عملية تمسح للرأي العام قام بها مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تابع أصله للدولة، تابع للرئاسة، قال واستخلص في جملة واحدة: هناك هو كبيرة بين الحاكمين والشعب في الجزائر. هو بعيدة جدا، لا علاقة للخطاب السياسي، سواء أحيانا للأسف حتى المعارضة لما يطمح إليه الشباب الذين الآن هم يعيشون في الجزائر بعد 65 سنة من الاستقلال، ولا يجدون أنفسهم حتى في هذا الخطاب الذي يقدمه سعداني وغير سعداني. للأسف هم خطاب كلاسيكي، خطاب تجاوزه الزمن. حزب جبهة التحرير هو حزب لا زال عضوا في الأممية الاشتراكية، بينما الجزائر نظامها ليبرالي أو شبه ليبرالي، هو عضو في الأممية الاشتراكية، يعني حزب يعيش خارج التاريخ. هناك من الجزائري من يطالب بوضعه في المتحف، لأن جبهة التحرير الوطني هو كان حزب في التراث، هو حرر الجزائر، وبالتالي الآن هي هذه الطبقة السياسية تعيش أيامها الأخيرة حسب اعتقادي، وأنها ستزول بعد إن في القريب العاجل، ربما في القريب المتوسط. نعم. نعم، أشكرك جزيل الشكر من دبي، الصحفية الجزائرية الصغير سلام، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في الأولى. يمكنكم مشاهدينا دائما المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك.